بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جئتكم اليوم أعزائي التلاميذ بدرس جديد، وهو مراجعة حرفي الباء والراء والتنوين. وأنتم تعلمون أن التنوين يكون إما بضمتين أو فتحتين أو كسرتين. إذا تابعوا معي الدرس وانتبهوا جيدا. بسم الله. بو بو بن بن، هنا ضمتين بن. رو رو رن رن. با با بن بن. را را رن رن. بي بي بن بن. بي بن بي بن. ري ري رن رن. ري رن ري رن. بو 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 بو. بن بن. أعيد. بو بو بن. رو 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 رو. رن رن. أعيد. رو رو رن. با با بن. أعيد. با با بن. را را رن. أعيد. را را رن. بي بي بن. أعيد. بي بي بن. ري ري رن. أعيد. ري ري رن. بن بن بن. أعيد. بن التنوين بالضمتين، بن التنوين بالفتحتين، بن التنوين بالكسرتين، بن. أعيد. بن بن بن. رن رن رن. أعيد. رن رن رن. عزيزي التلميذ، ما عليك الآن هو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس أو زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.